17 سنة مرت على العراق والنظام السياسي فيه يحافظ على صدارة مؤشرات الفساد الإداري والمالي في العالم، وفي ذات الوقت يتذيل لوائح النزاهة والشفافية والإعمار والتنمية. كل ذلك يراه مراقبون نتيجة طبيعية لنظام مأزوم كالذي يحكم العراق اليوم. آخر المراكز المتقدمة التي حققتها العملية السياسية للعراق كان صدارته للأنظمة السياسية الفاشلة لعام 2020 بحسب صحيفة مودرن دبلوماسي الأمريكية. الصحيفة استعادت إنجازات سابقة للحكومات المتعاقبة، فقد احتل العراق المرتبة الأولى في مؤشر الأنظمة السياسية السلبية وفق مركز غالوب 3 مرات عام 2011 و2013 و2014، وكان من بين 5 الأوائل في جميع السنوات الأخرى منذ العام 2008. مودرن دبلوماسي ذكرت في أحدث تقاريرها أن تصدر العراق لقائمة الأنظمة السياسية الفاشلة كان وفقا لإحصاءات مركز غالوب التي اعتمدت على استطلاعات رأي للمواطنين. إحصاء المركز أظهر تردي الحالة المعيشية في العراق في ظل المشاكل المتفاقمة التي تعصف بالبلاد، كما أكد أن أكثر من 62% من المستطلعة آراؤهم يعانون في ظل أوضاع معيشية صعبة جعلت أكثر من نصف العراقيين يرزحون تحت وطأة الفقر، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة. 9 من 10 عراقيين يرون أن الفساد متفش بصورة كبيرة في العراق، وأن الحكومات المتعاقبة لن تستطيع الكشف عن الفاسدين أو محاسبتهم بسبب ضلوع الكتل السياسية في الفساد بحسب الصحيفة. نتيجة الاستطلاع بنظر الصحيفة تعكس مدى غضب العراقيين في العام الأخير الذي شهد مظاهرات واسعة ضد الأحزاب السياسية تبلورت في ثورة تشرين التي جسدت وعي العراقيين ككل بأن استمرار النظام الحالي سيأخذ البلاد إلى الهاوية.